محاولة وكرة عرضية، لكن الكرة تبعث في توقيت منذ البداية، يحاول أن يقدم أداء جيدا من خلال هذه المباراة. تشعر بأن الفريق مركز، كرة ملعوبة عرضية، كرة ملعوبة، كرة ملعوبة لصالح فريق الفريق من خلال هذا الموسم، كرة ملعوبة في الجهة اليمين لفريق دبل حصن، والكرة ضاعت. العرضية المثالية والمتابعة، لكن التركيز دبل حصن، كرة بتلعب إلى الأمام، تبعب بشكل ممتاز من مدافعي فريق متقدما على فريق دبل حصن بهدفين مقابل هدف. اللاعب البرازيلي، كرة لفريق دبل حصن، الكوك الذي يبحث عن انتصار ثاني في هذا المساء، لكنه متأخرا حتى الآن، لكن بالغ في المرور وفي النهاية الكرة أبعدت من أمامه بالتدخل من اللاعب حميد ربيع اللي تأسس في عام 1972 في منتصف ملعب المباراة. تتهيأ بشكل سليم لكن تبعد، كرة ترسل إلى الأمام، التغطية السليمة في اللقطة الماضية، الكرة تعود مجددا، الكرة ملعوبة. فريق التعاون اللي يعني حل بديلا هو الآخر نادي التعاون، عالي أمامية ملعوبة، الكرة تصل إلى مشهد المهاجم البلجيكي دريس سونكو لكن لم يتعامل معها بالشكل الجيد. 22 دقيقة مرت، يعني نصف الشوط الأول تقريبا انقضى. دومادين دبل حصن في الساعة 7:10 في الجولة الماضية. خطأ بيحتسب حكم المباراة، عالية الكرة ملعوبة، خلص مشادو، نايف سلطان، خلاص الوقت الأصلي انتهى ونلعب على الوقت المحتسب بدل ضايع اللي قدر حكم المباراة سيد ياسين المنصوري. الكرة تتخلص تصل إلى سونكو، سونكو سونكو أمامية من سونكو إلى حميد، أقرب لمشادو اللي يبحث الآن عن هدف التعادل. هو محامس دام على الكرة، خلاص 27 نقطة، 8 انتصارات، 3 تعادلات، 5 أزمات. أيضا بشكل أدق راح تتحدث عن حراس المرمى في كرة القدم، الجناح إلى حامد دا، لكن أيضا تدخل الكرة ما زالت مع الجناح، 2 أيضا من المهم مهاجمين أو المدافعين الفجراويين مسكرين عليه، تخلصون الكرة من أمامه إلى خارج الملعب وإلى ركلة ركنية لمصلحة فريق الخلف. كل المتابعة غائبة في اللقطة الماضية، لعبة حلوة جميلة كانت من موسى تيجانا الخليج، هذه عادة للكرة الماضية اللي بعدت العزيز، عالية أمامية ملعوبة طويلة لمصلحة فريق عادة الكرة الماضية ما بين حامد دام وما بين مشاد. شوف شوف هو يعني هو اللي تسبب على نفسه، ما حد عرقله. شوف السلام كان حاول يلعب على الطاير، لكن شوف 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 اللعبة الماضية، سلامات لهوغوس حامد دام لاعب فريق الخليج، لاعب مميز وعنده أيضا من مشادو من سالم علي، غيرية من مشادو تصل إلى حميد ربيع إلى مشادو أمامية، مشادو على التنفيذ، مشادو على تنفيذ الخطأ، ملعوبة قوية، جول ثالث عن طريق مشادو في الدقيقة 18 من عمر الشوط الثاني، 3 الفجيرة 1 الخليج بهدف جميل. شوف مشادو وشوف الحيطة لما فتحت وغيرت اتجاه الكرة في شباك عبد الله خالد، شوف 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 اصطدت، هي اصطدت 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 بأقدام أحد اللاعبين الموجودين في الحيطة، شوف اتغير اتجاهها وعبد الله خالد أيضا ما استطاع. قد يكون من النادر أن في فريق ما غير، يعني الشارجة مغير مدربين، الإمارات مغير مدربين، الخليج 3 مدربين، الجيرة لمصلحة فريق التعاون الآن. هذه عاد الكرة الماضية ما بين مشادو وما بين سونكو، حكم المباراة في البداية يعني اعطى مبدا تحت الفرصه، لكن بعد ذلك اكيد يعني الهم الاكبر الان للمدرب خميس ربيع هو الحفاظ على الهدفين. وبعد ذلك قائد مشادو يتقدم، ارضيه قويه، جول جول ثالث من مشادو بعد
حسن. شوف التسديدة، شوف عبد الله حسن حاول فيها لكن صدتها ما كانت بالشكل الجيد، تقريبا بنفس طريقة الهدف الأول اللي دخل في مرمى مشادو يسجل هدف ثالث لمرمى أو لمصلحة فريق البديرة. خلاص الأمور ثقافة الكروية عالية، يعني الثقافة الكروية عالية. بينية أمامية ملعوبة طويلة إلى مشادو صاحب الهدف الثالث. أحمد يحاول يمر مضغوط عليه أيضا من أكثر من لاعب فجراوي. أحمد لعب عرضية لكن أيضا تخلصت إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لجمع العروبة مع الفجيرة. التعامل مع حتى مسافي مع دبل حصن ومصفوط مع الذيل. مباريات الجولة القادمة كرة سريعة الآن أمامية محاولة إلى مشادو إلى بعد ذلك أوليفي. أوليفي تتخلص من أمامه وتتحول إلى مشادو. مشادو مع الكرة مشادو السيد عيسى خليفة كحكم. الكرة الآن ملعوبة أقصى الشمال تلعب سريعة أمامية جهة أحمد الزوي لكن أيضا الطول من أمامه وتصل بعد ذلك إلى الإيطالي. خطيرة عرضية داخل منطقة الجزاء تخلص تبعد من أمام لاعب فريق الشاردة أحمد الزوي. سريعة الآن أمامية إلى مشادو أقصى في جسنا لأن الفريقين كل فريق يعرف شو اللي يبغيه، كل فريق يعرف أن الثلاث نقاط فقط هي اللي راح تكون الهدف الأول والأخير في هذه المباراة. مشادو الكرة مع اللاعب الإيطالي بينية من مشادو مباراه بطوله امم اسيا للشباب مع المدرب الوطني عيد باروت ولكن لم يوفق منتخبنا الوطني في تلك البطوله. عاليه اماميه ملعوبه الى باولو اوليفي خطير اوليفي ارضيه الملعب عاليه كره اماميه ملعوبه تصل في وسط الملعب لمصر. علي سعيد مر تقدم اخترق ممكن هذه علي سعيد داخل منطقه الجزاء لكن ايضا بالغ في الاحتفاظ في الكره اللاعب علي سعيد في لكن ما شاهدتها في اكثر من نصف الفرق دوري المحترفين. صعبه للصعود لان يعني هناك حسابات معقده عليه انه يفوز في جميع مبارياته وعلى الفرق اللي تقابله. تنفيذ كره ملعوبه عرضيه عاليه اماميه راسيه لكن مشادو موجود في المكان والوقت المناسب يحول فريق الشارجه. هذه الكره العرضيه اللي كانت ومشادو كان موجود في المكان المناسب ابعتها الى ركله ركنيه. الشارجه سريع الان وسط الملعب تتحول الى سيف تخلص من امام عطاء سالمين خميس اللاعب القادم من النادي الاهلي بديلا لناصر جمعه وعرضيه ملعوبه وتوالي أي محمد يوسف في اللقطه الماضيه. شوف اللعبه العرضيه وشوف ايضا الدخول اللي كان يعني 18 سنه و17 سنه شاهدته في اكثر مباراه الفريق الفجراوي. سريع الان تحيه وتسديد لكن الكره ما تتسدد بشكل جيد الغلب جيره وهذا مشادو مع الكره يحسب ايضا للفريق الفجراوي وصوله ومنافسة لفريقي الإمارات والشارقة. خمس دقائق تقريبا هو الوقت المتبقي من عمر المباراة. الشارجة في الدور الثاني حقق نتائج يتقدم مشادو تسديدة قوية لكن حارس المرمى المتألق بين خطأ قادم الآن مشادو على التنفيذ. مشادو على تنفيذ الخطأ القادم. مشادو يتقدم مشادو سددته قوية الله حلوة التسديدة في الدفاع عن عرين مرمى الملك. شوف اللعبة وشوف مدربا للفريق الأول وأيضا اللي مدرب له علي باتجاه عبد الله نيني ولكن فيليب مشادو ينجح بالضغط. خطيرة هذه ديارة يلعبها بذكاء والكرة الماضية هنا ديارة بالخطأ هذه عادت من جديد الآن مشادو بشكل ممتاز يتخلص من الأول من الثاني ولكن بعد ذلك حسين صالح ايضا مشادو والمدير التنفيذي ايضا يعني عندما سئل بلا شيء وهنا حتى الان نعم التنفيذ صحيح لكن قادر للفجيره من لاعب واحد وهدف. كره ملعوبه للامام خلص تصل باتجاه دياره تمريره للامام. نقترب من العشر دقائق في الشوط الثاني اللي شهدنا فيها هدفين. كره ملعوبه الان للامام انطلاقه الله يرسل كره طويله للامام ماتشادو فيليب ماتشادو الفريق الامارات في هذه يبدو بان هناك جديد. ماتشادو يلعب كره امامي لاعب الوحداوي السابق يرسل كره طويله للامام خلص من امام محاول الآن خلص صفر وخطأ.